عموما دي مش اخر الدنيا، وكفاية انك حاولت. حاولت ايه بس؟ ده انا جيت اكحلها عمتها. اصل هي نوايا بصراحة كده. انت تسكت خالص، انت اصلا شريك رئيسي في الجريمة. ايه هو ده؟ وانا مال انا؟ بس ده مش معناه ابدا ان المشكلة اللي فاتت دي ملهاش مقابل. ايه الكلام ده يا ماجد؟ مين قالك اننا بنساعدك عشان الفلوس؟ ايوه صحيح، احنا اصلا حبينا قصدي يعني حابين نساعدك في الخير اللي انت نويت تعمله. وانا كمان حبيتكوا قوي. ياه، انتوا عارفين انتوا بتفكروني بمين؟ بمين؟ احمد وابراهيم ورمزي. مين دول؟ انتوا فاكرين فيلم امير الانتقام؟ ايوه لما كلهم اتامروا عليه ودخلوه السجن. اهي دي حكايتي بالظبط مع التلاتة دول. اتامروا عليك وودوك في داهيه؟ لا طبعا، انا اللي وديتهم هم التلاتة في داهيه. الله يخرب بيتك يا شيخ. لا بقى، احنا كده لازم نسمع. ماشي، ولو اني كنت ناوي ااجل الحكايه دي بالذات للاخر. ايش معنى؟ ابدا، مشوارها بعيد شويه. ايه، ابعد من شارع الهرم؟ هي ابعد اه، لكن ما يتهيأليش انها ازحم. فين يعني؟ قول بس قول، ما تقلقش، احنا معاك في اي مكان. اي مكان؟ اي مكان ان شاء الله، حتى اسوان. لا، هي نفس الخط بتاع اسوان لكن بعدها بشويه. ما تقوليش انها الخرطوم. بوروندي. بوروندي؟ بوروندي ازاي يعني؟ مش دي بيرة باين؟ بوروندي، بوروندي اللي هي جنب اوغندا ورواندا والناس دي، بالتحديد قبائل ناجاتاكو في جنوب بوروندي. ده انت عالمي قوي بقى على كده. مش قوي كده يعني، بس هي الظروف اللي بتحكم. وايه بقى الظروف اللي ودتك ناجاتاكو يا استاذ ماجد؟ بقول لكم ايه، انا زهقان وعايز اغير جو، ما تيجوا ننزل نشرب حاجه، ولا ايه رايكم نتعشى؟ هو ده الكلام بقى، عمال سحلنا حكايات ومشاكل واحنا ما كلناش حاجه من يوم ما فتحنا الشركه. لحد دلوقتي ما كانتش زينة قادرة تحدد سبب شغفها بكلام ماجد. هل مجرد فضول لسماع حكاياته الغريبة، ولا لمجرد استماعها لي وهو بيتكلم؟ اوعوا تفتكروا ان قبيلة ناجاتاكو دي قبيلة فقيرة، دي اغنى قبيلة في بوروندي كلها. طب ايه بقى علاقة احمد وابراهيم ورمزي بالموضوع ده؟ دول ابطال منتخب مصر في الهوكي. وانا اقول بطلنا ناخد بطولات في الهوكي ليه؟ لا لا لا، دي أصغر مشكلة في الموضوع. طب إيه اللي حصل؟ لما فكرت أعمل المشروع السياحي بتاعي واللي كنت عامله على طراز سواحل أفريقيا، ما كانش ناقصني غير كام أسد كده، على فيلين، على 3-4 قرود كده، يعني لزوم الجو العام. ها؟ كلمت ساعتها السيد خليل وفديجة. فديجة إزاي؟ ده رئيس قبيلة ناجاتاكو وأكبر مورد خشب للقرية السياحية بتاعتي وقتها. قلت له يا فديجة، أنا مزنوق في كام راس كده. طبعا بعتهم لك، ما الحاجات دي هناك زي القطط والفيران هنا. الغريبة بقى ان دي كانت اول مرة يطلع فيها فديجة بخيل. قال لي يا ماجد وانا كمان مزنوق في كام راس. طب وانت هتجيب له منين اسود وفيلة ده؟ لا لا لا، ده كان عايز بني ادمين. يا نهار اسود، يعمل بيهم ايه؟ عبيد وخدم وعمال كده يعني. المنيو لو سمحت. عبيد؟ هي الدنيا اتغيرت للدرجة دي؟ مش بقول لكم ان قبيلة ناجاتاكو هي اغنى قبيلة في بوروندي ويمكن في افريقيا كلها. وطبعا عرض عليك البدل. بالظبط، كان محتاج 3 بني ادمين اللي هم احمد وابراهيم ورمزي. بالظبط كده. طب وانت تعرفهم منين دول؟ يشاء القدر اني وانا لسه على التليفون مع السيد خليل وفديجه كان قدامي جورنال وبضرب عين لقيت مكتوب فيه الخبر ده. منتخب الهوكي يغادر الليله الى بوروندي للمشاركه في كاس افريقيا للهوكي للناشئين. كمان ناشئين يا مفتري؟ ما هو ده السن اللي كان طالبه بالظبط. شوف يا اخي لما ربنا بيسهل حاجه. نص ساعه وكنت في المطار. مطار؟ بقول لكم ايه، ما تيجي؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، انا اخري الهرم فيصل طلبي. على الساده الركاب ربط الاحزمه، الرحله الى بوروندي تستغرق 4 ساعات فقط. كان استغراق وليد وشادي في النوم بمجرد ركوب الطيارة فرصة لا تعوض لزينة وماجد. زينة، انتي كرهتيني؟ اللي يسمع المصايب بتاعتك لازم يكرهك. متشكر قوي. بس اللي يشوف إصرارك وانت ناوي تكفر عن ذنوبك مش ممكن يكرهك. برضو متشكر قوي. طب تفتكر أنا ممكن حد يحبني بعد كل اللي أنا عملته في حياتي؟ ربنا بيغفر وبيسامح. بس انتي لسه ما سمعتيش حاجة. طالما نويت تتوب يبقى ما عرفناش بقى. يا ساتر، ازاي اقنعت الولاد دول يروحوا ناجاتاكو؟ ابدا، رحت المطار لقيت بعثة منتخب الهوكي مستنيين الطيارة، وسبحان الله زي ما يكون التلاتة دول عارفين طريقهم، لقيتهم واخدين ركن كده وقاعدين. رحت دخلت عليهم الدخلة اللي هي، فهمتهم اني من مواليد بوروندي وان امي هناك وما شفتهاش من 15 سنة، وديتهم جواب يوصلوه. طب وافرض كانوا فتحوا الجواب؟ الجواب كان مكتوب باللغة البوروندية
وكانت رسالة لرئيس القبيلة السيد خليل وفديجة بعنوان تسلمني أشبال أسلمك أشبال. واستلم أشبال المنتخب وبعت لي أشبال الأسود. انت حيوان، مش قلتلك انك لسه ما سمعتيش حاجة؟ طب وهم عايشين هناك دلوقتي؟ هم من ناحية هناك فهم هناك، لكن عايشين ولا لأ دي بقى في علم الغيب. لكن انا فاكر ان في اخر مكالمة ليا مع السيد فديجة كان ابراهيم واقف جنبه بيرصله حجر معس. طب واحمد ورمزي؟ هو قال لي انهم اختفوا في ظروف غامضة، بس الشبهات بتحوم حوالي النمر معين كده معروف عنه هناك انه بيحب البني ادمين. الله يخرب بيتك يا شيخ، امال احنا رايحين نهب بيه؟ ابراهيم يا اخي، لازم نسترد ابراهيم وهو يبقى انقاذ ما يمكن انقاذه. السادة الركاب، برجاء الانتباه، الطائرة في طريقها للهبوط. حمد الله على السلامة. حمد الله على السلامة يا شباب. سلامة الله يخرب بيتك، ده احنا رايحين نتاكل. لا لا لا، مفيش كلام من ده خالص، احنا هنبقى في حماية رئيس القبيلة شخصيا. ايوه، يعني هو ليه دلائل على الاسود والنمور والحاجات دي؟ طبعا. يوه، ده انت ما تعرفش خليل وفديجة، ده ولا محمد الحلو. محمد الحلو والغربة يا ابويا مصر، اما الواحد بيحبك حب.